السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لهنا نبدأ معكم إن شاء الله تسجيل حالا حول بداية حملتنا الانتخابية وترشح لنيابيات من خلال نواكشوط الشمالية على رأس لائحة الدفاع، لائحة نواكشوط الشمالية من حزب الحراك الشبابي. دي هي اللائحة رقم 5، وراه هو 5 مع معنى أني أنا رقم 5. باطر سولوني وحدين عنه، أنا رقم 1 على رأس اللائحة. هي غير اللائحة رقمها 5، اللائحة هي اللي طرحت، هي اللائحة 5 طرحت رقم 5، معناها لائحة ممورة بالغزال بذاك اللون الأخضر الجميل اللي تعرفوا اللون باطل الجنة، وجعلنا وجعلكم منها الفردوس الأعلى والغزال، الغزال بدلالاته اللي تعرفوا الشرف والحرية وكم الجمال. نهلين طبعا جمال ما يعنيني أنا غير بعد ذاك هو باطل الغزال إكي بعد حالة الجمال. على كل حال لهنا نتكلم معكم في الموضوع، ولهنا نفتتح إن شاء الله برنامجنا الانتخابي بهذا الموضوع اللي نتكلم معكم فيه اليوم إن شاء الله. لهنا نبهو بعض الإخوة ونبدأ إن شاء الله حالا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. راني ماني ناسي على اني راجي ان شاء الله للجميع، والنفسي قبول الاعمال والعتق من النار بهذا الشهر المبارك. راجي ان شاء الله المولاني يوفقنا كاملين لياك نقوموا ونصوموا ايمانا واحتسابا، وعلى اننا يوفقنا القيام ليله القدر ان شاء الله ويتقبلها منا، ولا يجعل ان شاء الله اخر رمضان لنا، وانه يرحم ان شاء الله من صاموا معنا رمضانات الماء السالفة ولم يصوموا معنا هذا رمضان. إذا الله ينبه بعض الإخوة نبدو حال إن شاء الله، نبدو حال إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن إذا عدتوا سامعين الصوت نبهوني، عدتوا سامعين الصوت نبهونا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا نبدو حالا إن شاء الله، حالا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا لا نكتب منها والتنبيهات. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنا كيف قلت اليوم الموضوع لا يشدو أخبار وسياسة، وراني بالمناسبة ذيك الدروس اللي كنا نقدمه لا هنا نوقفوها بين اللي في الحقيقة الحملة فرصت علينا ذاك، وعادت مولي ذيك الدروس تقديمنا اللي هيفسروه وحدين ما هم خايفين من مولانا بعلنا قاع ماتين مترشحين، وبالتالي إذا عادوا باطر وحدين يفسروها بالنقاع أن ماتين مترشحين وننسحبنا وكذا كذا، وبالتالي فرض علي نوقف لياك نضع حد ليك الدعاية. إذن يا غير لهنا بدو بالمقابل لهنا انت مقدمه من خلال الصفحة أفكار نشرح من خلالها برنامج الانتخابي نعرضوه على 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 المواطنين، ولهم اللي نحاولوا على كل حال الأمور المشتركة بيننا كاملة سواء اللي يتعلق منها بالدنيا وبالدين نناقشه. على كل حال أنا كيف تعرفوا مترشح من 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 الولاية نائب عن ولاية نواكشوط الشمالية اللي هي الولاية اللي تتألف من عرفاء من تجنين ودار النعيم وتيارت،
وطبعا من حزب الحراك الشبابي اللي هو الحزب اللي علامته الغزال اللون الأخضر، وهو اللائحة ينقال لائحة الدفاع ورقمها 5 في ترتيب الأحزاب 25، هي رقم 5 وطبعا على رأس اللائحة لائحة الدفاع عن سكان ولاية نواكشوط الشمالية. طبعا برنامج الانتخابي يتألف من قدر من النقاط، فيها طبعا النقطة الأولى هي الجهاد بالقرآن الكريم وجاهدهم به جهادا كبيرا، وتفعيل وإظهار أن القرآن الكريم أنه كتاب حكم قانون وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وهذا الهدف منه هو أن النصوص القانونية اللي تؤخذ من البرلمان تعود ما هي مشاققة للقرآن، بل أنتم تعرفوا من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العذاب. إذن هذه الفكرة الأهم في ترشحي. الفكرة الثانية هي وقف الإجرام في الوسط البرلماني بها اللي موريتانيا لعاد الفضاء البحري فيها، عاد فضاء الإجرام للجريمة المنظمة معنى اتفاقية باليرمو، راه هو البرلمان فيها مولي، ومنذ سنوات البرلمان فيها ساحة مولي للإجرام به اللي تصدر قوانين تحكم هذا الشعب المستضعف، هي قوانين في حد ذاتها إجرام، هي قوانين تجسم جرائم. إذن لمصلحة الدولة ولمصلحة المجتمع من يلا يعود البرلمان فيه قانونيين، هذو القانونيين قادرين على أنهم يعودوا نعمة المستشار ونعمة الناصح للدولة. وطبعا ما هو المستشار على طريقته والبحبيني كمستشار قانوني للدولة من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو في الحقيقة يقدم الاستشارات قانونية من خلال التقرير السنوي اللي شفته، استشارات قانونية مغلوطة غير سليمة. إذن الدولة تعاني من الاستشارة القانونية ومخاطرها، وهذا هو اللي فسر أن الدولة تلفات، الحكومة الحالية محاولة تتلافي ذاك الخطر، وبالتالي عدلت وكالة مستقلة للإشراف والحد من خطر الاستشارة المالية على الأقل على وزارة المالية. هذا اللي له أسبوعين قرار تاريخي تبناته الحكومة الموريتانية الحالية. راجي نحن بالتوازي مع هذا يعودوا من البرلمان فيه قانونيين، ما هم ديفيس أبوفا، معناها قانونيين، ما هم قانونيين فقط لأنهم عندهم شهادات، بيلي فهم واحدين عندهم شهادات دكتورة هم ما يعرفوش، وفهم واحدين يمارسوا المحاماة وهم مطروح سؤال من دريكانهم طرحوها دخلوها في ظروف شفافة واضحة والله كانوا دخلوها. فهم بدون شك أغلبية البرلمانيين برانيين قاعلة على الصناعة القانونية، هو البرلمان هو بالصناعة القانون. إذن هذا الدافع الثاني. الدافع الثالث هو على أن إحنا أهل النصرة اليابسة أصلا عندنا مشروع، وأن سنوات من 2014 صوتوا بالحياد تصويت عقابي للحكومات المتعاقبة. لماذا؟ لأن نطالبوا بتغيير المنظومة القانونية الموريتانية، لياك القوانين اللي من عهد النصارى تلتغى، ولياكم اللي الدستورنا اللي فيه كامل من مواد تستهزأ بالله وبآياته وبرسوله عليه الصلاة والسلام تلتغى، ولياكم اللي من خلال البرلمان نقنعوا الرئيس الحالي وللغزواني هو حكومته على أنهم يختلفوا عن الرئيس ولا عبد العزيز وعن الرئيس معاوية وعن من سبقوهم، على أن الحكومة تعترف على الأقل من باب مراعاة مشاعر الشعب الموريتاني على أنه شعب مسلم، ومن يلا منظومته القانونية تعود تراعي ذي اللي يقولوا العلمانيين لي سانتيمان ريليجي، معناها المشاعر الإسلامية، وهذه المشاعر الإسلامية ما تقبل أبدا أن يعود الدستور الموريتاني ما معترف به بالشريعة مفهومة الاثنين، الشريعة معنى الدين والشريعة معنى القانون ليحكم الحياة. حجلكم شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا، وحجلكم شرعة ومنهاجا، وهذا هو نحن مستندين فيه رؤية العالم الجليل الجهبذ الشيخ عبد الله والبي أدامه الله، بين اللي أنا شخصيا أصلا تستهويني الألسنية القانونية عند جيرار كورني، عند فوكاياما، عند فرانسيس كاكيس، يقرم لي بوصفي مثل مولانا تستهويني الألسنية الشرعية بشكل خاص عند الشيخ عبد الله والبي، وراني ما بي اعتبارات جهوية، ما بي أني أنا واحد من الشر كيف هو، ولا بي أن
والديك يبقوا والديه ويعرفوا كيف الشيخ المحفوظ رحمه الله عليه، وانما الصرام العلميه معناها هذا المفهوم لا علم لي، لا علم لي بعالم دافع في القرن الاخير دافع عن الشريعه بهذا المفهوم الى الشيخ عبد الله البيه. الشريعه بمعنى الدين، لا ريليجيون معناها لا شريعه دان لسانس ريليجيه ولا شريعه. اذن هذه النقطه من الاهداف اللي مهمه عندنا. الهدف الرابع ايضا هو قضيه الشباب. الشباب بالنسبه لنا 70%، وهذا الحزب من توفيق الحزب اللي انضمينا له، حزب تقوده امراه فاضله شريفه من آل بيت سيدنا عليه الصلاة والسلام، شاب، وأيضا القادة اللي معها شباب، وهو اسمه حزب الحراك الشباب. هذا نبقي أنا انضمامي له أنه يعود بداية اعتراف بعلن الديمقراطية عبارة عن قانون العدد، والشباب هم أكثر من 70% من المجتمع. إذا لا بد السياسة التنموية تعود متوجهة للشباب، ولا بد أيضا من تفعيل لو إتي والبيئتي معناها منظمة العمل الدولية ومكتب العمل الدولي والشركاء والدولة الموريتانية اللي هي تعود بدل من السياسة الموريتانية موجهة للناس اللي ترترت ما ترترت، موجهة للحيف للمحاباة، تعود موجهة للشباب بغض النظر عن قرب الشباب من الرئيس من الوزير من المدير. معناها الشباب كمفهوم عام وبشكل موضوعي مجرد، يحضر فيه ابن الفقير ابن الطبقة المتوسطة، وله فقط شباب أبناء الضباط، والله أبناء المتنفذين، والله أبناء المرابين، والله أبناء الأقوياء. النقطة الخامسة من البرنامج هي قضية ضحايا الشيخ الرضا اللي فعلا هم ضحايا إجرام الدولة، باللي ضحايا الشيخ الرضا اللي عدل أموالهم تنقلع منهم، هو حماية الدولة في عهد ولي عبد العزيز للشيخ الرضا، وبحكم أن الشيخ الرضا كان مجموعة بنوك يستفاد منها ولي عبد العزيز. لكن الأسبوع الماضي الشاهد اللي شهد على ولي عبد العزيز قال أنه هو نفسه كان بنك به اللي عندهم الودائع النقدية وحدها مليار ونيف، وانتم تعرفوا في القانون التجاري أن كل بنك رأس ماله كافي الإنشاء مليار مليار، طبعا سابق ولي عبد العزيز. إذن مجموعة هذا الشيخ الرضا كان يشتغل به ولي عبد العزيز وحكومته وأعوانه. هذا الشيخ الرضا سلب الناس أموالهم. أنا شخصيا متعهد في القضية أصلا كمحامي، وهو اللي استصدرت حكم بالتصفية ضده هو، وذي يضرك حالا ينقال حسب اللي قاله هم وقالوا قالت المحكمة التجارية أن فما 370 مليون دولار قيمة استثمارات الصينيين. هذه القضية نحاول أعلن ما يناهز 48 مليار تم استفادة منها لصالح الشيخ الرضا، نحاول أهلها نعاونهم نحميهم، ونحاول طبعا كترة الدائنين اللي هي 200 ونيف على انهم اللي تجبر حقها. والنقطة الأخيرة من برنامج الانتخابي والله ما قبل الأخيرة هي قضية الفضاء البحري في نواكشوط في نواذيبو، الفضاء البحري الموريتاني. والنقطة الأخيرة هي قضية رفع الاسترقاق والاستضعاف عن ولاية الحوض الشرقي وعن ولاية الحوض الغربي وعن تقانت وعن أدرار وعن البراكنة وعن نواذيب وعن قديماغا وعن جميع ولايات موريتانيا اللي تعاني من الاسترقاق والاستضعاف والتعذيب اللي مفروض عليها من أجل 3 أو 4 من المحامين يقد يعودوا قاع ما هم حتى عارفين على أنهم قد يعودوا، ما هم واعيين أنهم مسترقين هذا المجتمع به اللي قد يعودوا، ما هم حتى مصطحبين حتى مع القانون الدولي الجنائي، والله ما هم مصطحبين حتى مع القرآن اللي هو اللي فعلاً هو أول كتاب يجي فيه الاستضعاف ويجرم الاستضعاف، الاستضعاف اللي هو لا ميزة عن اسكلافاج. والقرآن حاجلكم فيه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الاستضعاف جريمة في القانون الدولي الجنائي يقال فطرها القرآن الكريم منذ القرن السابع الميلادي. إذن هذه هي الأفكار الرئيسية للبرنامج الانتخابي للمرشح حزب الحراك الشبابي على لائحة نواكشوط الشمالية اللي هي نواكشوط اللي فيها تجنين دار النعيم تيارت للبرلمان، وهي اللائحة رقم 5 لائحة الدفاع عن نواكشوط الشمالية وعن المستضعفين في موريتانيا.
اليوم لاهي نبدأ، سمحوا لي ماني بادئ بالنقطة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، اليوم لاهي نبدأ بنقطة المتعلقة بالفضاء البحري الموريتاني به اللي فرضها علي الحدث. الحدث الأسبوع الماضي تكلمت في إطار نقاشات البرلمان التركي، تكلمت اللجنة في أزمير عن الفضاء البحري الموريتاني، وإذا لاهي نعلق عليه. إذن نواب أتراك، نواب وطنيين، قدموا الدرس الموريتاني للبرلمان التركي وللمجتمع التركي، لياك الأخطاء الإجرام اللي وقعت فيها موريتانيا بحق شعبها، ما توقع فيه الحكومات التركية بحق الشعب التركي. وبالتالي يتكلم الأزميري، لجنة أزمير، رجل أعمال ونائب، يتكلم على أنه مو مكان يحوتوا في الفضاء البحري الموريتاني، يقال بحكم أن ما ذم رقابة، وبحكم على أن في الحقيقة الفضاء البحري الموريتاني ما هو خاضع للقانون، على أن هذا أدى على أن استنفذت الثروة البحرية الموريتانية، وعلى أن تحول المحيط الفضاء البحري الموريتاني اللي كان من أقنى الشواطئ العالم تحول إلى مياه مالحة. وهو بالتالي النائب المحترم يوصي لتركيا من خلال منافذة على الأدرياتيك وعلى المنافذة البحرية كاملة، على أنها تحمي الثروة البحرية لياك ما يحيق بها ما حاق بالمجتمع الموريتاني. هذا هو اللي نعلق عليه. وأنا طبعا يستهويني هذا، بيجي لي أنا واحد من أصلا تخصص القانون البحري، وأصلا في SMCP أصلا أنا هو محاميها، طبعا محاميها سابق يعود والباي هو صاحب القرار في دولة عبد العزيز، ولا يقول أني ننقلع، ويدير زميلي اللي من أسرته هو زميلي المحترم اللي كان نائب ودان، وخويا أنا العزيز اللي قاري معايا واللي واخرت فيه، قال في الحقيقة أنا متخصص القانون البحري وهو زميلي أنا والله اللي واخرت فيه، ولسليمان النائب المحترم يقير هو عنده رافعة وأنا عندي واطعة به اللي في موريتانيا للأسف ذي واقع هبط. المهم أنا بحكم أني تخصص القانون البحري، وبحكم أني أصلا مولي نعرف مشاكل البحر، وبحكم مولي أني في الحقيقة والدي أصلا من أوائل سكان ساحل بي اللي بنه الفسك والشخص محمد الكنتي، وبحكم مولي أني أخوالي فم اللي هم سكان الأصليين العمار ذيك المنطقة، هذه كاملة الاعتبارات تجعل، وبحكم اني مولي علاقتي وطيده على كل حال بالوادي، وهذه كامل الاعتبارات تجعلني ما قد نعود حيادي. وذا هو اللي يفسر ان السنوات الماضيه كنت انا وبعض رجال الاعمال وبعض واحد منهم على الاقل والله اثنين اقارب لي ومنظمه زاكيه، كنا نطرحوا مشاكل ونستنكروا ذا اللي واقع، ولكن نراعوا في النتيجه اللي تكلم عنها البرلمان التركي، وهي اعلن الشعب الموريتاني سيباد من خلال إبادة أن الفضاء البحري الموريتاني تحول إلى فضاء للجريمة المنظمة. وعلى كل حال راجي أني في الوقت اللي نقول هذا، راجي أن الحكومة الموريتانية تعطي اهتمام لهذا الموضوع وتحقق فيه، وراجي مولي للشعب الموريتاني أنه يعاوننا ويعاون الحكومة الموريتانية في هذه القضية، يوتضع على حد لياك مسلسل التقتيل والتعذيب لأهل نواديو ولأهل الساحل بشكل عام ولأهل نواكشوط، لياك يتوقف ولياكم اللي الثروة البحرية نحموها. ويؤسفني أني نقول على أن القائمين على الشأن العام الموريتاني يبدون أنهم ما قطوا قراوا كتابات هتلر، ويبدون أنهم ما قطوا قراوا كتابات كيسنجر، ويبدون أنهم اللي ما قطوا عرفوا الصراع الأمريكي العراقي واللي سببوا زوال للأسف بغداد، واللي سببوا الرئيسي هو الجانب البحري. وقد يعودوا من اللي فايتهم على الحرب العالمية الثانية والأولى، الحربين الكونيتين سببهم بحري. وإذن كون موريتانيا تم أمة بحرية إلين ذا هي بتقصير من الحكومات ومن البرلمان ومن رجال الأعمال ومن الشعب، ذا هي ما تلات، هذا في الحقيقة هذه جريمة، هذا في حق التاريخ، في حق هذا الشعب، في حق المستقبل. من يا الله حكومتنا نبهوها على أن نتعاونوا معها لياك يوضع حد ولياك تنذر المسؤولية. وهذا الموضوع هو اللي يشد معكم أخبار. وفي الحقيقة نختار نقول أن الناس اللي يتكلم في الموضوع تهتم به على أن تعود مستحضرة نية أن تختار تعود من الذين يأمرون بالقسط من الناس، وراهم القرآن اللي يذكر الأنبياء يذكر وراهم الذين يأمرون بالقسط من الناس. وما القسط قطعا على أن الثروة البحرية الموريتانية نتنحمى، وعلى أن المجرمين اللي أجرموا بحق الشعب وبحق الدولة وبحق الحكومة على أن يتضع حدهم لإجرامهم، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد.
يلا اثنين وقفوا ذي اللي كانوا واحدين في الحرة. القضية ما تلات منظمة الزاكية تتكلم ولا تلمثلين عبيدين والسيدات يتكلم والله الشريف حمار الله يتكلم والله الأستاذ المختار لا القضية عاد الدول أخرى ودول مولي بحرية عظيمة كيف تركيا. معناها القضية ما تلات فين بعض المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة كيف أمنيستي كيف منظمات ثانية جرين بيس كانوا يتكلموا عن الموضوع. اليوم انضمت لهم دول معناها اليوم الأصوات تتعالى من كل صوب وحدب على أن المياه الموريتانية أنها أصبحت مياه مالحة ولم تعد موريتاني هي الدولة الأغنى في الصيد نتيجة الآثار الروح التجارية اللي تحكم ساسة العشرية والرئيس محمد بن عبد العزيز وأيضا للأسف استمرار نفس الرؤية في ظل الرئيس والغزواني حالا. إذن نختار نستحضر كامل النية أن نعودوا من الذين يأمرون بالقسط من الناس وتعود هاي القضية أولوية عندنا ونعودوا نساهموا فيها كاملا. وطبعا نختار نقول على ما زين على أن يعود الحق يندعاله ويكلم له ويعود فم واحدين منه يقروا على أنه هم الحق لا يستجابوا له لا ينصروه. وهذا تعرفوا أنه حرام شرعا وإحنا في القرآن في شهر القرآن وصيام ولن يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الفتنة اللي عاد عدلوها رجال الأعمال وبعض الوزراء والحكام هذه الفتنة إلى ما وقفناها لا نعودوا في التانيين كاملين. وهذا ملي فيه أرواح بشرية وفيه مستقبل المجتمع وراه هو إلى ما بادرنا تقد الدول المحيطة تثير مسؤولية الدولة الموريتانية والمجتمع والحكومة وهذا ما هو ضروري. تبريت منك خير منكم عني. نختار نذكر بعلنا ما ميارة نعود من الناس اللي تسمع الحق يقدر تصامم عنه. حاجة لكم يقول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اللي نعودوا هذا نسمعه يقال الله وتولى نصمم عنه إيش من نعودوا ما سمعنا. الله تبارك وتعالى يقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا بس من حال راعوا في مجتمع لا يباد راعوا فهل نواذبوا وهل الساحل وهل نواكشوط يعذبوا من خلال موكا من خلال الامراض نشر السرطان راعوا في سفن بحرية ما هي محترم القانون الجنائي البحري لا الاتفاقي ولا المحلي ومع ذلك هي تمخر عباب هذا البحر. بس من حال نخلوا النداءات من برلمانات محترمة من دول عظيمة بحرية كيف تركيا ومن منظمات متخصصة كيف جرين بيس نخلوا ذا كامل ما نعلقوا عليه وكأن شيئا لم يقع هذا مو طبيعي. إذا عدنا فعلا احنا كموريتانيين ما لنا أهلا لهذا والله ما نستحقوه من يلا تنازلوا عنه. الإخوتنا الأشقاء في المملكة المغربية والله الإخوتنا في السنغال والله الإخوتنا في الجزائر والله الإخوتنا في مالي اللي نعودوا في الحقيقة احنا مستغنيين عن الثروة البحرية اللي هي القوة الأمم البحرية هي الأمم القوية ما خالقة أمة قوية في العالم وهي ما هي بحرية. ألمانيا دخلت الحرب العالمية الأولى والثانية الدور منافذ بحرية العراق صدام اللي عادت العراق دولة عسكرية احتل الكويت دور منفذ بحري ما ترك فيه ميناء أم قصر. إذن هذه اللعبة لعبة الأمم ما ميارت موريتانيا عندها أسباب أن تعود أمة عظيمة ما ميارت تنازل عن هذا. في الحرف مقابلاش ومقابلة عشرة من رجال الأعمال انتهازيين مصاصين دماء الواحد منهم يحصل هو في الليلة $1,000,000 $3,000,000 والشعب الله يعملوا يفرق. نختار نقول على أن إلا عدتوا شاكين هاي ما هي فتنة راهي لكم فتنة وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا. هذه فتنة يا الخلطة هذه أخطر من قضية من أي جريمة قد خلقت في موريتانيا. من يلا نتكلموا فيها من يلا نعاون الحكومة نقنعوها من يلا نصربوا الحكومة على أنها توقف حد لهذا وعلى أنها تحقق فيه لياك ينقبض بتلابيب المجرمين اللي أبادوا الثروة البحرية واللي تسببوا في السرطانات السكان الواذيب والسكان الواكشوط واللي عذبوا بالروائح الكريهة سكان الواكشوط وسكان الواذيب وما بينهما. إذن هذه الجريمة ما تقدر تمشي هذه جرائم ضد الإنسانية. أراني في الحقيقة في التلين فكرت على أني نخاطبكم وأنا لابس البدلة السوداء بدلة المحاماة بي اللي الموضوع فيه القانون الدولي الجنائي. أراني في الحقيقة اخترت البدلة نخليها
اللي نعود له نتكلم في ذاك الأمور اللي تتعلق بالمشترك المقدس اللي هو دين القيم الحنيف. إذن الفضاء البحري الموريتاني من أكبر الفضاءات البحرية في العالم ومن أغناها، وهذا أمميا مكتوب ومعروف عالميا. الفضاء البحري الموريتاني يمتد من هذا نواكشوط إلى نواذبو. هذا الفضاء البحري من 2009 انفتح للتجار وتراجعت الدولة عن مسؤوليتها في حماية الثروة البحرية وحماية ليريفرا، معناها الناس اللي ساكنين بجوار البحر، أهل نواذب وأهل نواكشوط، تنازت عن حمايتهم وتنازت عن حماية أهل نوامغار، جميع المجتمعات المحيطة بهذا البحر العظيم. وهذا البحر هو اللي أصلا قال عمر اللي وصفه الأشعري، معناه عمرو بن العاص عمر بن الخطاب، احلف يا هو ما يدخلوا ما يدخلوا مسلم ولا أنا، حاجلكم إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير هم فيه كدود على عود، إما لبرقة وإن نجا برقة، إما لغرقة وإن نجا برقة. هذا وصف للسفينة في البحر. إيش قال عمر بن الخطاب؟ قال والله لا يركبه أحد ما حييت. معناه هذا البحر المخيف العظيم فقط نتيجة سياسات يقبوها بعض الرؤساء، تجار ميركانتيل يبقوا الفضاء، ونتيجة هيمنة رجال الأعمال في البرلمان وفي الحكومة، ونتيجة قوتهم ونتيجة تمويلهم الحزب ليبر، ونتيجة تمويلهم الحزب التواصل، نتيجة حضور رجال الأعمال، تم إبادة الثروة البحرية الموريتانية، وتم مولي فرض السرطان والروائح الكريهة على سكان نواذيب وسكان الشمال بشكل عام، ونواكشوط أخيرا به، لنواكشوط أخيرا من السنوات الأخيرة عاد فيها 38 شركة. الموكا، تعرفوا موكا معناه شنو؟ معناه تقبض 5 طنان من الحوت لياك تعدل منهم 200 كيل، 200 تعدل منهم بريكتين من من من, من الزيت، والله مولي تعدل منهم طون من موكا يعيشوا به الخنازير. في الوقت اللي احنا الشعب يعاني من سوء التغذية، فقير يعاني من التخلف الغذائي، واحنا اغنى على اغنى الشواطئ في العالم، حتى كنا نعدلوا اتفاقيات مع الولايات المتحدة الامريكية مع فرنسا مقتضاها نصبحوا من اغنى دول العالم. قال للاسف احنا هم الدولة الوحيدة اللي بحرية، ومع ذلك ما قد سمعت ولا قد عادت في يوم من الايام وزارة للتجارة، التجارة البحرية مارين مارشاند، ما قد عادت فيها وزارة منستار دي لا مارين مارشاند، ما قد عادت فيها البحرية التجارية، ما قد عادت وزارة، وإنما مجرد إدارة عادت ندار عليها، قد ندار عليها معلم، قد ندار عليها شاعر، قد ندار عليها مهندس، قال أن يعود فيها قانوني من القانون البحري والمصاد البحري، مستحيل. إذن هذا القضاء البحري، الفضاء البحري عفوا، حسب الإتراك على أنه طارت به عنقاء مغربية، أصبح بل مكب للنفايات، أصبح مياه مالحة، وبالتالي من يلا الحكومة تدارك البدار ومن يلا نعاملوه ونضغطوا في هذا الاتجاه. فم هذا الفضاء البحري قلت من 2009، وراهو من 2009 أكبر شركة جات صينية، عدلت أنا مؤتمر صحفي وقلت راهو هذا بداية الدمار للثروة البحرية، الشركين قال CMF، وراني اللي علمني بها السفير الصيني هنا موريتانيا، ودخلت على وزير العدل في نزاع بين هي وأحد أقارب ولد عبد العزيز، وعقب ولد عبد العزيز تدخل في القضية لمصلحة محسن ولد الحاج لياك يقلع من الصينيين. يقال هذا الجانب قاعد مول مهم عند ذلك الجانب، على أنه من 2009 أصبح الفضاء البحري لنواذيبو لنواكشوط يدخلوه السفن ما هم خاضعين للقانون، وصبحوا هم لنفسهم خطر على البيئة البحرية وعلى السكان وعلى دين محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ذي الله نتكلموا فيه في القانون الدولي الجنائي في اتفاقية باليرمو، ورأي هي الاتفاقية اللي ما علم بها بعض المحامين، كي مثلا سمعت المحامية اللبنانية اللي تدافع عنه عبد العزيز ساندريلا مرهج، تقول المحامية زميلة ساندريلا مرهج على أن فيها لا اتفاقية واحدة في القانون الاتفاقي الدولي تعلق بالفساد، هي اتفاقية الأمم المتحدة اللي على أساسها متابعة لعبد العزيز، وهذا ما هو حق. راعينا ذلك لين نتكلم أنا عن اتفاقية باليرمو اللي موريتانيا عضو فيها من 2005، وراهي باليرمو هي المدينة الإيطالية اللي ينكتروا فيها القضاة حاجلكم، هي المدينة المعروفة بالمافيا،
بالجريمة المنظمة كيف ذلك اللي نعانوا احنا منه بيدلي في بحرنا احنا ما فيها. هذه الشركات ما يخاض على القانون، ما يخايفة منه، جاية الشعب فقير، حكومته للأسف وزراء الصيد عادة يعودوا برانيين عليك. كيف ذلك حالا أستاذ فيزياء مرة تجبر معلم، مرة أستاذ تاريخ أيوة ما فهم الصيد ما يفهمه، ما فهم أستاذ في القانون البحري بالعكس، لا محامي لا اقتصادي أنا ولا إله إلا الله. وبالتالي تلحقهم قاع مهم عالمين باتفاقية باليرمو، بلي راي محاميه لبنانيه واتفاقيه باليرمو مع علم باب احراء معلم عندنا احنا والله استاذ تاريخ والله استاذ جغرافيا. اذا ذل يعدل من 2009 الى الان متواصل هو اجرام. هذا الاجرام لا نذكر لكم مظاهره. اولا فمدرين قال له اباده ذروات الشعوب، هذه جريمه من جرائم ضد الانسانيه. ثانيا فمدرين قال له التقتيل بالتسبب، كم من أهل واذيب وأهل واكشوط مات بسبب السرطان به الروائح الكريهة، به القلب، به لسم، به كم من موريتانيا. عقب ذاك التسبب في الأمراض القاتلة هذه جريمة في القانون الدولي، به لي القانون الدولي في ذلك قالوا لا دروا على سانتي، الحق في الصحة، الحق في الحياة الكريمة، الحياة الكريمة محرومين منها أهل واذيب وأهل واكشوط. رغم واكشوط ما فاتوا عادوا فاطرين له يا قال اللي منهم يسافر يقيس المطار اللي نعود ماشي الخامسة صباحا الساتة بين الواكشوط ومطار أم التونسي دور يشم الروائح الكريهة، اللي نعود يعرف الواذيب ودور يشم موقع. معناها التقتيل التعذيب كان معدل له للساحل، كان معدل له للواذيب. يا قال اليوم رعيم يا الله يعدل له الواكشوط، الواكشوط اللي فيه ثلثين لدى تيار من موريتانيا. طبعا ما حد نكتب له أهل الساحل ما هم ياسرين حتى كذا الزرق ينقروا ما هو أكبر من قدو أيوة التقتيل عاد له يلحق موريتانيا كامل. أنا الأوان على ان الى ما قبلنا الاستنصار بين اهل الساحل اهل النواذيب واهل الشمال، على ان بعد ذلك ننتصروا لنا كاملين على الاقل. اذا التسبب في الامراض القاتله وهذه كامله جرائم مفهوم القانون الدولي الجنائي. معناها هذه الشركه التركيه والشركات الصينيه ورجال اعمالنا احنا اللي ساهموا معاهم ووزراء الحكومات اللي ساهموا معاهم بالتقصير، هذو كاملين قاده انذار مسؤوليتهم الجنائيه دوليا قدام لها، هي قدام روما، قدام القضاء التركي، وقدام القضاء الإسباني، قدام القضاء الفرنسي، قدام القضاء الصيني، قدام مختلف قضاءات الدول اللي 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 اللي, اللي معترفة بالقانون الدولي الجنائي. عقب ذاك نذكر الموريتانيين بعد للأسف من اللي له ثمان سنوات، من اللي له عشر سنوات، ثمان سنوات غرين بيس تكتب راهي موريتاني تحولت رغم أنها مجتمع مسلم للدولة رقم واحد في عاشة الخنازير. تعرف معنى عايش الخنازير سينو؟ هذا ذلك ينقال له موكا موجه بشكل رئيسي للزراعة للأسمدة والله اللي عايش الخنازير. يقر موريتانيا رسميا حسب المتحدة عاتية الدولة رقم واحد في عايش الخنازير. قطيت سمعته مجتمع مسلم بدل من يعيشه البوسطيلة، بدل من يعيشه الكوبني، بدل من يعيشه البيرم مقرين، بدل من يعيشه الواذيبو، لا يعيش الخنازير اللي حرام شرعا. وهون لا يقول لكم طبعا هذا نوع من الفتاوي، ما هو الحيض والنفاس اللي طابين عليه قدر العلماء. لا يقول لكم سوره الانعام ونقول لكم ايش قايل مولانا في ذل معدل موريتاني في ذل الميدان عايش الخنازير. الله تبارك وتعالى يقول سوره الانعام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره. الخنازير ذا ما هم فيه، الصينيين ذا ما هم فيه، الروس ما هم فيه. شنو معنى صيد البحري وشنو معنى طعام البحري؟ لا يسول لكم ابن عباس، راني ماني قايس الشيخ سيد المختار، راني ماني قايس الشيخ عبد الله، راني ماني قايس الشيخ حمدان، نو لا ينقيس ابن عباس. وطبعا هاو ماني قايسهم علماء جلاء وخيرت بهم، يقير ابن عباس رواية ثاني على الاقل يدوروا عاطين عودوا عاطين السبق، واذا عادوا ما هم عاطين وانا بعد عاطيه له. شو يقول ابن عباس؟ يقول صيد البحري ما أخذ من البحر حيا، ويقول طعام البحر ما له في ضمن البحر ميتا. معناها البحر ما فيه ماشي حلال، حتى هذا اللي خاض منه ميت ينتكل يعتبر طعاما، أما قاعد اللي حي أخباره ذاك يبرك به. يقير شي يخلق في موريتانيا ينقبض الحي ذا اللي يخاض منه حي وينكتل ويخنز لياك تعدل منه موكا والزيت، وهذا اللي تعيش به الخنازير. ترى هل مجتمع مسلم ما حرام عليه شرعا؟ إلى عاد قاعد الدنيا فاضل عنه والدنيا فيض وبيض، ما حرام عليه شرعا عايشة الخنازير؟ عايشة الخنازير حرام.
في الحرهون الآية ما يسامحنا ما يمخليش شي كامل يخلو من البحر. لا 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 أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارات لا لكم والله للسيارات لا لسكان أهل الواديب وسكان أهل الواكشوط والله للسيارة أهل الخنازير ذا مو فيه. لماذا نعصى والله؟ لماذا نخالف دين الله؟ لماذا نخالف القرآن؟ فقط من أجل حفل من رجال الأعمال يستفاد منهم بعض السياسيين. لماذا ما نوضع حد لهذا؟ هم راهم لهم 14 سنة يكتوا إيوا إذا عادوا استغنوا كافيهم من الله يوضع حد لهذا. والله طول نوجههم للنهر والله لبريدة ثانية والله ذو رجال الأعمال والضباط والساسة اللي معاهم نطلبوا دولة تعطيهم جنسيتين كانوا يعدلوا فيها هذا وتستراح موريتاني شوي. لا بوز تجبرها موريتاني مدة 7 سنوات 8 سنوات كان الثروة البحرية تجدد شوي. إذن إعاشة الخنازير عملية هذا معناها شنو؟ معناها الاقتصاد الموريتاني اقتصاد غير نظيف، اقتصاد ما هو أخلاقي بهاش بلي ما هو اقتصاد موجه لعايشة كوبن، اقتصاد موجه لعايشة الخنازير اللي متخومين عنه المسيحيين. المسيحيين ما هم قابلين يعودوا خالق لها موكا. عندنا السنغال راه يفزرنا فيها شركة واحدة الموكا وتحت رقاب الصارمة. عندنا المغرب واحدة بينما موريتانيا شي 38 يا الخلطة. أحرام هذا الشرع، هذا تزول منه الجبال الشوم، هذا راه هو عاقبه لا يتعود ترتد مردة على نقط خلقت قط عاد الدولة في العالم تقتل شعوبها وتبيد ثرواته. إذن طبعا ما هدف العملية بدأت من 2000 وما زالت متواصلة. شخصيا كموريتاني متأثر من هذا شيء عندي كسياسي مترشح دور تعود القضية أولويات بالنسبة لي مختار بالتعاون مع رجال الأعمال اللي قطيت جبرة الخيرين على الأقل شريف تشيتي وقريبيان عابدين والسيداتي ومنظمة زاكية ودكتور سي بكاي صنب هذه إن شاء الله نتعاون لديك على الصعيد الدولي بالتعاون مع الحكومة إلى قبلتها الحكومة ليقتذر المسؤولية الجنائية لهذه الشركات ولهذه المنظمات اللي اعترفت بارتكابها للإجرام في حق هذا الشعب الأعزل وفي حق حكومته اللي في بعض الحالات يعودوا وزراء للصيد وما قاعد ما هم عالمين به ولا عندهم له شلافات ولين قاعد علموا به بها اللي في الحقيقة صوروا لي ورق حالنا وزير الصيد أستاذ فيزياء يا الخلطة أستاذ فيزياء ما هذا لما القانون البحري ما يعرف الاقتصاد البحري ما يعرف ما به انه هو ما يعرف لو عاد يقرا القانون البحري والاقتصاد البحري وده خبر منه كامل والله صوروا لي ظهرك وزير التجهيز والنقل هو اللي كان وزير الصيد عبد العزيز ايوه استاذ واحد من كليه العلوم التقنيه اخبروا من الاقتصاد البحري اخبروا من القانون البحري اذا المهم ان نتعاون لياكلوا ونوضعوا حد لهذا الاجرام بحق شعبنا وبحق دولتنا. شخصيا الى اعطيتوني اصوات عدت في البرلمان إن شاء الله نعود صوت بحكم التخصص وبحكم العلاقة التاريخية وبحكم الدم وبحكم الجغرافيا بنت تتوقف مسلسل التقتيل والتعذيب والتهجير وإبادة ثروة البحرية وإبادة مولي لريفنا معناها السكان نواذيبو والمدن اللي بين نواذيبو ونواكشوط على هذا المحيط الأطلسي. يقال الجانب الأهم لك هو مقاطعة الشركات الدولية الصينية الفرنسية البرتغالية حتى المنظمات اللي قصرت في قيامها وطبعا الوزراء اللي عليهم مسؤولية قصروا فيها وقاموا بها. الوزير ما يقعدين قالوا أنت ما يقعد كيف المحامي الموريتاني لا يسأل عن الجنايات والجناح اللي ارتكب في أثناء ممارسته ما يصح. هو ما احنا راكم تابعين الرئيس السابق عبد العزيز ومعه وزيرين أوائل وزراء هو ما هو هاي الجريمة شنو نعمل إذا كان من الخطة لا بد الوزراء اللي تولاوا الصيد والمدراء اللي قريبين من هذا ورجال الاعمال لا بد ينقال لهم انتم اذا معدلين ولاش ولا بد مولي الشركات اللي هي تعترف دوليا رسميا بانها دمرت الدوله لا بد مولي تتابع لا بد تتابع لي الضرر يزال الضرر يزال لا بد من جبر هذا الضرر في الاحرى الضرر البيئي تعرفوا الضرر البيئي تعويض عنه في القانون الفرنسي كم الضرر في المسؤوليه المدنيه عاده يعود جبر الضرر 100,000 مليون 20,000 أورو
50,000 100,000 بينما الضرر البيئي المتوسط في القانون البحري 5 ملايين أورو. في الحقيقة هذا ضرر خطير، هذا ثروة كاملة أبيدت. بالتالي اسمحوا لي، هذه النقطة هي الرابعة ولا الخامسة في البرنامج الانتخابي، يقر بما أن الأتراك البرلمان التركي يتكلم فيها ما قديت يكون نتكلم عن هي النقطة الأولى. أشكر الجميع، أتمنى لكم التوفيق، رجاء إن شاء الله أن يوفقنا كاملين أن نعود عون للحكومة الموريتانية، وأن يفتح صدر الحكومة الموريتانية لأنها تتعاون مع مواطنيها اللي ما هم تجار، اللي ما يدورون الربح السريع ولا الربح الفوري ولا الربح الثوري. وذكر الموريتانيين راهم بتصويتهم للتجار اللي يدوروا النواب اللي يعدلوا بها النوع من العمليات راهو يقتلونا جميعا. معناها البرلمان يلا صوت الطبيب، يلا صوت المهندس، يلا صوت العالم في الشريعه، عالم في الاقتصاد، صوت خلاه بدالي من تاجر. يا اخوي التاجر شنو يتعدل في، شنو يتعدل في البرلمان؟ شنو يتعدل؟ لا يتعدل اللي كانوا يعدلون خلطتك في البحر، لا يتعدلون انتم اللي في البرلمان في البر، ما هو ضروري. اذا اكرر، استغفر الله لي ولكم واشكركم جزيل الشكر. ندور ان شاء الله كل نهار تم عندنا نقطة في برنامجنا، ونكرر على أني مترشح لنواكشوط الشمالية على رأس لائحة النواب لنواكشوط الشمالية، اللائحة رقم 5 اللي هي لائحة الدفاع، ومن حزب الحراك الشباب، والمصوتين هم بالأساس تجنين دار النعيم تيارت. نقدر نقول رحمي الغالي أهالينا في الساحل اللي منهم ما هم صوت في ذي الولاية، ولا تواكشوط الشمالية ما مسجل فيها قد، يضرب حد من أهله يصوت له والله علاقاته. المهم يعودوا عارفين على أن ذاك الظلم ذاك الإقصاء على أنه شاء الله دور يحاولوا أن يرتفع عنه، وعلى أني راني عكس بعض سياسيين، راني ما عندي شركة الموكا ولا عندي خو لا عم ولا خال شركة الموكا ولا ولا عم قريب ولا كذا، ولين يعود عنده دور يعود ضده. معناها ليك يعودوا عارفين على أنهم يلا يتربوا على الموريتاني وطنهم كامل، واذا قصروا وحدين فم وذا ما هو في الحقيقه اللي قاعد يكبر خيمته، وهم فعلا خيمتهم كبيره في خيمه الساحل احنا فيها كاملين، مع انهم موجودين قضيه الثروه البحريه. ما هي الثروه البحريه للساحل؟ وان كانوا هم المتاثرين مباشره، هي الثروه البحريه لاهل ترابز، وهي الثروه البحريه لاهل تقانت، لاهل قيدي ما قلنا كاملين. واذا نتعاونوا كاملين، كان يعطي مولانا هذه الجريمه جريمه الاباده يوضع على حد. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.